السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس السابع، هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي، وهو درس الزاوية بين مستقيمين. درس سهل جدا جدا، حللنا تمارين اخطر بالكامل فيه، وهنبدأ إن شاء الله في حل الأسئلة المقالية والمستويات العليا زي ما احنا متعودين. لو انت أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة، تفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس بإذن الله. زي ما احنا عارفين في رقم في اسفل الفيديو، لو انت محتاج ملازم الشرح او ملازم المراجعه النهائيه اللي هي عباره عن تلخيص المنهج بالكامل وحل نماذج كتاب المدرسه وحل اهم اسئله اخطر والمقال على المنهج بالكامل وتلخيص المنهج بالكامل، طبعا موجود رقم في اسفل الفيديو. كل اللي عليك هتبعت له رساله واتساب تساله عن الملزمه، هيبلغك تفاصيلها ويبعت لك عينه منها، هي بمبلغ رمزي بسيط جدا جدا. تعال نتوكل على الله ونبتدي في حل تماريننا. بيقول لي انا عايز منك قياس الزاويه الحاده بين كل زوج من ازواج دي. ماشي، هنا باشمهندس الميل بتاعي ميم واحد بيساوي صاد على سين، يبقى صفر على واحد بصفر. طالما الميل بيساوي صفر يبقى ده ميل مستقيم بيوازي محور السينات. طيب الميل هنا باشمهندس ميم اتنين هيساوي هنا صاد على سين، يعني سالب اتنين على واحد يبقى سالب اتنين. قلنا باشمهندس طالما الميل بتاعنا مع مستقيم بيوازي السينات، يعني مثلا ادي كده المستقيم اهو وليكن بيوازي السينات، التاني ده ايا كان الزاويه عامله كده مع المستقيم اهو، فالزاويه دي بتساوي الزاوية دي بإيه يا باشمهندس؟ بتساوي الزاوية دي بالتناظر، يبقى أنا على طول بجيب الميل ده أهو، يعني هعمل شيفت تان سالب 2 ويبقى ده بالنسبة لي الزاوية اللي هو بيصنعها. يا باشمهندس ده طلعت سالب 63، ما إحنا هناخد القيمة المطلقة بتاعتها يبقى 63 وشوية، تمام؟ طب أنت عايز تعوض بالقانون مفيش مشاكل، بس أنا بقولها لك برضو، تمام؟ أدي ميم 1 وأدي ميم 2، يبقى ظاهر بيساوي، أدي القانون. ميم 1 اللي هو صفر ناقص ميم 2 ناقص ناقص يعني زائد 2. على واحد زائد حاصل الضرب، سالب اتنين في صفر تديك صفر، تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى زائد صفر، يبقى دي القيمة المطلقة لاتنين. هنعمل بقى شيفت تان اتنين تطلع معايا 63 زي ما أنا قلت لك بالظبط، 63 26 وخمس درجات، 63 درجة 26 دقيقة وخمس ثواني تقريبا، تمام كده؟ تمام. اللي بعده بيقول لي عايز الزاوية برضه، ماشي. هنا الميم واحد بتساوي صاد على سين، واحد على واحد فيها الواحد، ميم اتنين بتساوي سالب معامل سين بسالب اتنين على معامل صاد سالب واحد، ده هتروح مع دي يعني بتساوي اتنين، يبقى ظاهر بيساوي ميم واحد ناقص ميم اتنين يعني واحد ناقص اتنين على واحد زائد حاصل ضرب الميلين واحد في اتنين بتلاتة، يعني يا باشمهندس هيساوي هنا القيمة المطلقة واحد ناقص اتنين يبقى سالب واحد، وهنا واحد زائد دي اتنين، واحد في اتنين باتنين يبقى دي تلاتة. القيمة المطلقة لسالب تلت اللي هي تلت، يبقى الزاوية يا باشمهندس هتبقى عبارة عن شيفت تان واحد على تلاتة، تطلع معايا ب 18 درجة 26 دقيقة وقول 6 ثواني، ال 82 دي بالتقريب تبقى ايه؟ 6 ثواني تقريبا. رقم 3 ميم واحد بيساوي سالب معامل س يعني سالب واحد على معامل ص بموجب 2، ميم 2 بيساوي سالب معامل س سالب 4 على معامل ص سالب 1 تطلع بموجب 4، يبقى الظاهر بيساوي الميل الاول سالب نص ناقص الميل الثاني سالب 4 على 1 زائد حاصل ضربهم سالب 1 في 4 يبقى سالب 4 على 2 اللي هي سالب 2، تمام يا باشمهندس؟ تعالى نحسب دي كده، هنعمل على طول ممكن شيفت تان، ادي سالب نص ناقص 4 1 ناقص 2 اللي هو سالب 1 بالمره، تطلع معايا ب 77 وشوية، يعني 77 درجة 28 دقيقة و 16 ثانية، تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل. اللي بعده رقم 4 برضه يا باشمهندس هيسألني عن الزاوية، تمام. الميم واحد بيساوي سالب معامل س سالب واحد على معامل ص موجب 2، الميم 2 بتساوي سالب معامل س سالب واحد على معامل ص سالب 3، ده هتروح مع دي يعني تلت يا باشمهندس، يبقى الظاهر بيساوي الميل الأول سالب نص ناقص الميل الثاني سالب تلت على واحد زائد حاصل الضرب سالب واحد في واحد بسالب واحد واتنين في تلاتة بستة. هنبدأ نحسب الحسبة دي، شيفت تان سالب واحد على اتنين ناقص تلت على واحد موجب في سالب بسالب يبقى واحد ناقص ايه؟ سدس، تطلع معايا بسالب 45. طالما سالب 45 هتحسب اللي جوه ده يا باشمهندس، هيطلع معاك اهو، هنحسب اللي جوه بس، يعني ايه؟ ركز معايا، سالب نص ناقص تلت
على 1 ناقص 6 يطلع ان ظا ه بيساوي القيمة المطلقة لسالب 1 يعني موجب 1. الزاوية اللي ظلها بواحد يبقى الزاوية ب45 بس، دي في حالة ان يطلع لك زاوية سالبة على الآلة الحاسبة. رقم 5 يا باشمهندس، ميم 1 بيساوي سالب معامل س يعني سالب 2 على معامل ص ب3. هنا الميم 2 بيساوي سالب معامل س، خلي بالك س على 5 دي اللي هي خمس س، يبقى سالب معامل س اللي هو سالب 5 على معامل ص اللي هو سالب 1. سالب على سالب يديك موجب يبقى 5، يبقى هي بالنسبة لي بتساوي كام؟ 5. يبقى الظا ه بيساوي ميم 1 سالب 2 على 3 ناقص ميم 2 ب5 على 1 زائد حاصل ضربهم سالب 2 في 1 بسالب 2 و3 في 5 ب15. يبقى شيفت تان سالب 2 على 3 ناقص 1 على 5 على 1 موجب في سالب بسالب يبقى 2 على 15. تطلع معايا الزاويه بايه؟ برضه بسالب 45. هحسب اللي جوه هيطلع لك ان ظا ه بيساوي القيمه المطلقه لسالب 1 يعني الظا ه بيساوي موجب 1، يبقى اذا الزاويه ب 45. تمام؟ تمام. طب اقول لك لو انت في الامتحان ده الصح اللي انت تعمله. رقم 6 يا باشمهندس، م 1 بيساوي سالب معامل س، دي كان دي سالب ثلث في س، يبقى سالب معامل س سالب سالب الثلث يبقى ثلث على معامل الصاد. معامل الصاد اللي هو خلي بالك في هنا سالب يعني سالب نص، مع صاد على 2 يعني كانه قدامها سالب نص، يبقى بتساوي تلت، واقلب العلى فيه وشقلب الكسر يبقى سالب 2 على 1، يبقى سالب 2 على 3. يبقى ميم 1 بتساوي كام؟ سالب 2 على 3. طيب ميم 2 سالب معامل س سالب 4، لا موجب 4 على معامل صاد ب 1 يبقى 4. يبقى الظا ه بيساوي الميل الاول بسالب 2 على 3 ناقص الميل الثاني بسالب 4 على 1 زائد حاصل ضرب الميلين سالب 2 في 4 يبقى سالب 8 على 3، لان موجب في سالب بايه؟ بسالب يا باشمهندس. تمام كده؟ شيفت تاني سالب 2 على 3 ناقص 4 على 1 ناقص 8 على 3 تطلع معايا ب 70 درجة 20 46. تمام كده؟ بس كده يا باشمهندس. اللي بعده رقم 7 بيقول لي لام 1 بتساوي تمام. هنا اقسم الطرفين كده على 3 يبقى ص بتساوي 5 على 3. ص بتساوي يا باشمهندس يبقى ده بيوازي محور مين؟ بيوازي محور السينات، يبقى ميله بيساوي صفر. من الاخر لما تلاقي ص وما في السين يبقى الميل بيساوي صفر. طيب ميم 2 بيساوي سالب معامل س يبقى سالب 2 على معامل ص اللي هو 5. قلت لك طالما الميل بيساوي صفر يا باشمهندس من حقك تقوم كاتب شيفت تان سالب 2 على 5 تلاقي بالسالب، ما انت المفروض تاخد لها القيمه المطلقه، يبقى شيفت تان 2 على 5 يبقى ب 21 48 و5 وريح دماغك. طالما الميل هنا ما تحسبش بقى، يبقى الهاء بتساوي 21 درجه 48 و5 ثواني، دي في حاله ان الميل بيساوي صفر يا باشمهندس. تحسب الميل الثاني وتريح دماغك. رقم 8 ميم 1 بيساوي ده على ده سالب 2 على 1 بسالب 2، وهنا الميم 2 بيساوي معامل الكاف اللي هي عند الصاد اللي هي 3 على معامل الكاف اللي هي عند السين اللي هي 2، يبقى 3 على 2. ما بتعرفش تجيبها كده، تمام؟ اعمل المعادله المتجهه. هنا بيعدي ب 3 وسالب 1، 3 وسالب 1 زائد الكاف هنا 2 والكاف هنا 3، ده المتجه يبقى 3 على 2. تمام؟ يبقى ظا ه بيساوي الميل الاول سالب 2 ناقص الميل الثاني ب 3 على 2 على 1 زائد حاصل ضربهم سالب 2 في 3 سالب 6 على 2 يبقى سالب 3. تعالى نحسب ده شيفت تان سالب 2 ناقص 3 على 2 1 ناقص 3 اللي هو سالب 2. تطلع معايا ب 60 وشويه كده، تطلع معايا ب 60 درجه 15 دقيقه 18 ايه 18 ثانيه. شكرا على كده. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لي اذا كان لام 1 اهو، لام 2 اهو، لام 3 اهو، عايز قيمه الف التي تجعل قياس الزاويه بين المستقيمين لام 1 ولام 3 بيساوي صفر يا باشمهندس. طيب خلي بالك، تعال نجيب ميل الاول، هو عايز لام 1 ولام 3. يبقى ميم 1 بيساوي سالب معامل س يعني سالب الف على معامل ص سالب 3، ده هتروح مع دي يبقى تطلع الف على 3 زي الفل. طيب ميل 2 او لام 3 بقى سميه ميم 3 بيساوي
سالب معامل س، س على 3 قلنا تلت س ودي كانها ناقص نص ص، تمام، بيساوي 3. سالب معامل س يبقى سالب تلت، على معامل ص زي ما هو يبقى سالب نص، سالب على سالب بموجب عامة يبقى دي بتساوي تلت، اقلب العلى في وشقلب دي، يعني 2 على 3. عشان يا باشمهندس ان الميل بتاعك بيساوي صفر، يبقى ده معناه يا باشمهندس ان هما الزاويه معزله بتساوي صفر، يبقى اذا الميلين دول متساويين، يبقى ميم واحد لازم يساوي ميم 3، يعني ا على 3 لازم تساوي 2 على 3، يبقى اذا الالف بيساوي 2، يبقى اذا قيمه الالف في اول حاله بكام؟ ب2. طيب بيقول لي الحاله الثانيه عايز قياس الزاويه ما بينهم بتساوي 90، يعني الميلين متعامدين. طب معنى يا باشمهندس احنا جبنا لسه جايبين اهو، تعالى نكمل هنا، لسه جايبين ان ميل لام واحد اهو بألف على 3، ميم واحد بتساوي ألف على 3. طيب ميم 2 هتساوي سالب معامل س، يعني سالب 4 على معامل ص اللي هو 6، يعني سالب 2 على 3. ممكن اعمل حركه ظريفه، بدل ما اضربهم في بعض واقعد اعمل معادله والموضوع سهل، هجيب ميل العمودي على ده اهو، هشقلب واغير الاشاره، يبقى سالب 3 على ألف، تمام كده؟ المفروض بيساوي ميل ده اهو اللي هو سالب 2 على 3. لو ضربت مقص يبقى الالف بيساوي سالب 3 في سالب 3 في سالب 9 على سالب 2، ده هتروح مع دي يبقى الالف بيساوي 9 على 2. او لو ما انتش فاهم دي هتقول لي الف على 3 في سالب 2 على 3 المفروض بيساوي سالب 1 على 1، شيل السالب مع السالب. الف في 2 ب 2 الف على 3 في 3 ب 9 بيساوي 1، تمام؟ اقسم كده او اضرب هنا في نص عشان تخلص من دي، واضرب هنا ايه؟ في نص. طبعا دي هتشيل مع دي، يبقى الف على 9 بيساوي نص. يبقى بالنسبة لي الألف على واحد، ده على ده بيساوي ده على ده، يعني 9 على الاتنين، تمام كده؟ تمام. اللي بعده بيقول لي عايز منك معادلة المستقيم المر بالنقطة دي، واصنع مع المستقيم ده اهو زاوية ظل قياسها بيساوي سبع. طيب بص يا باشمهندس، هو قال لك إن ظا هاء كده كلها على بعضها بتساوي سبع. المر بالنقطة دي يبقى ميم واحد بالنسبة لي مش معروفة، ميم اتنين معروفة، سالب معامل س بسالب واحد على معامل ص اللي هو باتنين. هنبدأ بنعوض الظاهر اللي هو قايل لي ان هي بسبع، هتساوي الميل الأول اللي هو ميم واحد ناقص الميل التاني ناقص ناقص، يبقى زائد الميل التاني اللي هو اتنين، على المفروض واحد زائد حاصل ضربهم اللي هو ميم واحد في سالب نص، يديني السالب نص ميم واحد، تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل. طيب ماشي، دي كده بالنسبة لي المعادلة دي. بص يا باشمهندس ممكن تظبطها شوية، ممكن تضرب هنا بسطا ومقاما في اتنين، مفيش مشاكل، 2 على 2 يعني. يعني دي هتساوي هتبقى 2 ميم 1 نص في 2 تديك موجب 1، دي قيمة مطلقة برضه. على لما أضرب 1 في 2 تبقى 2، ولما أضرب دي في 2 دي هتروح، ودي هتبقى موجب في سالب بسالب، يبقى يعني سالب ميم 1. تمام؟ أعتقد الصورة دي أسهل. طالما يا باشمهندس عندي قيمة مطلقة، خلي بالك بقى. يبقى أقول موجب أو سالب 1 على 7 بيساوي اللي جوه اللي هو 2 ميم 1 زائد واحد على اتنين ناقص ميم واحد. الحالة الأولى إن واحد على سبعة باخدها بالموجب أهو بيساوي اتنين ميم واحد زائد واحد على اتنين ناقص ميم واحد، هنضرب مقص، واحد في أي حاجة بنفسها يبقى اتنين ناقص ميم واحد هيساوي اتنين في سبعة يبقى 14 ميم واحد، وواحد في سبعة بسبعة، تمام؟ هنجيب دي هنا يبقى 14 زائد واحد يبقى معاك 15 ميم واحد. طيب ماشي، ونجيب السبعة هنا يبقى اتنين ناقص سبعة بيساوي سالب خمسة، صح كده يا باشمهندس؟ يبقى احنا جبنا ايه؟ احنا جبنا دي هنا ونودي دي هنا، يبقى 2 ناقص 7، تمام، يبقى الميم 1 بيساوي سالب 5 على 15، سالب 5 على 15 يعني بيساوي سالب تلت. يبقى انا بالنسبه لي اول حاجه طلعت معايا بكام؟ بسالب تلت يا باشمهندس، تمام؟ طبعا هو عايز المعادله، خلي بالك، فلازم نكون المعادله، يبقى ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو سالب 1 3. النقطه ص ناقص 3 على س ناقص ناقص 1 يبقى س زائد 1. اضرب مقص، 3 في ص ب 3 ص، سالب 3 في 3 بسالب 9، سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في موجب 1 بسالب 1. هنودي دي الناحية التانية، يبقى 3 ص موجب س، ونودي السالب 1 يبقى ناقص 8 بيساوي صفر. يبقى دي كده أول معادلة يا باشمهندس، إن 3 ص زائد س ناقص 8 بيساوي إيه؟ بيساوي الصفر، تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب، تعالى نجيب بقى الاحتمال التاني، ما إحنا خدنا الاحتمال الأول بموجب سبع. هناخد بقى سالب 1 على 7. بيساوي برضو ايه؟ 2 ميم 1 زائد 1 على 2 ناقص ميم 1. 2 في 7 يبقى 14 ميم 1 زائد 7 بيساوي سالب 1 في 2 بسالب 2، سالب في سالب بيبقى موجب ميم 1. هنودي دي الناحية التانية، يبقى 14 ناقص 1 يبقى 13 ميم 1. هنودي السبعة هنا
يبقى سالب 7 سالب 2 سالب 9، تمام؟ يبقى ميم 1 بيساوي سالب 9 على ال 13، ده الاحتمال الثاني. يبقى برضه ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو سالب 9 على 13، ص ناقص 3 على س زائد زائد 1، ونبدأ نضرب بقى مقص، يبقى 13 في ص ب 13 ص ناقص 3 في 13 ب 39، سالب 9 في س بسالب 9 س، سالب 9 في 1 بسالب 9. هنودي دي هنا، يبقى دي 13 ص موجب 9 س، سالب 9 تروح بموجب 9 يبقى ناقص 30 يساوي 0، يبقى هي دي كده المعادلة الثانية، 13 ص زائد 9 س ناقص 30 بيساوي الصفر، تمام؟ تمام، دي طبعا الاحتمال الأول من السؤال. الجزء الثاني، مر بالنقطة دي ويصنع مع المستقيم ده زاوية قياسها 45. يبقى إذا يا باشمهندس إن ظا هاء هتساوي ظا 45، يعني بتساوي موجب 1. طيب طبعا الميل الأول برضو بتاعي مش معروف، الميل الثاني ص على س يعني سالب 4 على 3. يبقى إذا ظا 45 اللي هي بواحد بتساوي القيمة المطلقة لميم 1 ناقص ميم 2 ناقص ناقص يبقى موجب 4 على 3 على 1 زائد حصل ضربهم يبقى سالب 4 على 3 ميم 1، تمام؟ يبقى بالنسبة لي موجب أو سالب 1 ممكن نضرب في 3 برضو، تمام؟ بيساوي 3 في ميم 1 ب 3 ميم 1، لما أضرب دي في 3 يفضل لك 4 بس، على لما أضرب الواحد في 3 يبقى 3، وما أضرب دي في 3 يفضل لي سالب 4 ميم 1 في موجب، يعني سالب 4 ميم 1. هنبدأ بقى نعمل الاحتمالين يا باشمهندس. أول احتمال إن 1 بيساوي 3 ميم 1 زائد 4 على 3 ناقص 4 ميم 1. حاجة بتساوي واحد يبقى البسط بيساوي المقام، 3 ميم 1 زائد 4 بتساوي المقام اللي هو 3 ناقص 4 ميم 1. هنودي دي، يبقى 3 وهيجي لي 4 بالموجب يبقى 7 ميم 1. هنودي ال 4 هنا يبقى 3 ناقص 4 بيساوي سالب 1، يعني الميم 1 بيساوي سالب 1 على 7. عايزين نكون المعادلة، يبقى ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو سالب 1 على 7. ص ناقص ناقص 2 يبقى ص زائد 2 على س ناقص 2، ونضرب مقص. 7 في ص ب 7 ص، 7 في موجب 2 بموجب 14 هيساوي سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في سالب 2 بموجب 2. دي هتروح يبقى 7 ص وادي موجب س، والاثنين هتروح بالسالب، يبقى 14 ناقص 2 يبقى موجب 12 بيساوي 0. يبقى دي كده المعادلة رقم 1. طيب الاحتمال الثاني ان دي بتساوي سالب 1، يعني سالب 1 بيساوي 3 ميم 1 زائد 4 على 3 ناقص 4 ميم 1. اضرب مقص، سالب 1 في 3 بسالب 3، سالب في سالب بموجب 4 ميم 1. 1 في اي حاجه بنفسها، يبقى دي 3 ميم 1 زائد 4. طيب ماشي، تعالى نودي دي هنا، يبقى 4 ناقص 3 يبقى ميم 1، وادي السالب 3 تبقى موجب 3 وموجب 4 7. يبقى في الحاله دي ان الميل بيساوي كام يا باشمهندس؟ في الحاله دي ان الميل بتاعي بيساوي 7 يا باشمهندس، تمام؟ تمام. هنبدا بقى نقول ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو 7 على 1. ص ناقص ناقص 2 يعني ص زائد 2، وهنا س ناقص 2. 1 في اي حاجه بنفسها يبقى ص زائد 2 هيساوي 7 في س 7 س، 7 في سالب 2 بسالب 14، وادي دي يبقى 7 ص ناقص 7 س، السالب 14 هتروح بموجب 14، وكمان 2 يبقى موجب 16 بيساوي 0. يبقى هي دي المعادله الثانيه، ويبقى انا كده كونت له المعادلتين اللي هو محتاجه. رقم 4 بيقول لي اذا كان هاء هو قياس الزاويه بين المستقيمين دول، تمام؟ حيث ان الجتا هاء 4 على 5. احنا دايما بنتعامل مع زاويه حاده، يعني كل شغلي في الربع الاول، فالمثلث هيبقى في الربع الاول. الجتا اللي هو مجاور على مقابل، يبقى اذا الوتر معذره، يبقى هنا دي بكام؟ ب 3 من فيثاغورس، دي هاء. اذا الظا هاء بيساوي مقابل على مجاور، يعني بكام؟ يعني ب 3 على ال 4. طيب ميم 1 بيساوي سالب معامل س بسالب 1 على معامل ص سالب 1 يعني بموجب 1. ميم 2 بيساوي سالب معامل س يعني سالب ا على معامل ص بسالب 2، دي هتروح مع دي يعني بتساوي ا على الاثنين. يبقى الظا هاء اللي هي 3 ارباع هتساوي القيمه المطلقه للميل الاول اللي هو 1 ناقص الميل الثاني اللي هو ا على 2 على 1 زائد حاصل ضربهم اللي هو ا على الاثنين. ممكن اضرب المساله كلها يا باشمهندس، دي ممكن نخليها موجب او سالب بقى عشان احنا هنفك القيمة المطلقة. هيساوي هنضرب دي في 2 يبقى 2 في 1 ب 2 ناقص، لما اضرب دي في 2 2 هتروح مع 2 يفضل لي الف، على 1 في 2 ب 2 زائد لما اضرب دي في 2 يفضل لي ايه؟ الف. هنبدأ ناخد بقى الاحتمالين يا باشمهندس. أول احتمال إن 3 على 4 بالموجب بتساوي 2 ناقص الف على 2 زائد الف، نضرب مقص، 4 في 2 ب 8 و4 في سالب الف بسالب 4 الف، 3 في 2 ب 6 و3 في الف ب 3 الف. هنجيب دي هنا،
ب 3 ألف هيجي لها 4 ألف يبقوا 7 ألف، ونودي دي هنا يبقى 8 ناقص 6 بيساوي 2. يبقى أول احتمال ألف بيساوي اقسم على 7 يبقى 2 على 7. ده كده أول احتمال. الاحتمال التاني سالب 3 على 4 بتساوي 2 ناقص ألف على 2 زائد ألف. اتفضل اضرب مقص. سالب 3 في 2 بسالب 6، سالب 3 في ألف بسالب 3 ألف، 4 في 2 ب 8، وادي سالب 4 ألف. هنودي دي يبقى 4 ألف ناقص 3 ألف بألف، وهنودي دي يبقى 6 و8 ب 14، يبقى الألف الاحتمال التاني ب 14، يبقى الاحتمالين 2 على 7 أو 14 زي ما احنا مطلعين كده يا باشمهندس، ويبقى احنا كده حلينا تمام. رقم 5 يا باشمهندس بيقول لي إذا كان ظل الزاوية بين المستقيمين دهم هي 3 على 4، يعني بيقول لك إن ظهاء بيساوي 3 على 4. طيب ميم واحد بيساوي سالب معامل سينس، سالب واحد على معامل صاد اللي هو كاف. الميم اتنين بيساوي سالب معامل سين بسالب اتنين على معامل صاد اللي هو واحد، يعني بكام؟ يعني بسالب اتنين يا باشمهندس. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده طلعنا اهو، فبيقول لك ان ظهر بتلاتة على اربعة، يبقى تلاتة على الاربعة المفروض هتساوي القيمة المطلقة للميل الاول اللي هو سالب واحد على كاف، ناقص الميل التاني ناقص ناقص يبقى موجب اتنين، خلي دي مقامها واحد، على واحد زائد حاصل ضربهم سالب واحد في سالب واحد بموجب سالب واحد في سالب اتنين بموجب اتنين، يبقى دي واحد زائد اتنين على الكاف. تمام؟ تمام يا باشمهندس. تعال بقى نستخدم التبسيط ده، نخليها موجب او سالب برضه نفس فكرة السؤال اللي فات. تلاتة على اربعة هيساوي، هضرب بضرب في المقام دايما، هضرب في كاف بسطا ومقاما، لما اضرب دي في كاف الكاف هتروح مع الكاف يفضل لك سالب واحد، لما اضرب دي في كاف يبقى موجب اتنين كاف، على لما اضرب الواحد في الكاف هيبقى كاف، ولما اضرب دي في كاف هتبقى موجب اتنين. اعتقد كده اسهل بكتير. تمام. الاحتمال الاول يا باشمهندس ان 3 على 4 بالموجب هيساوي سالب 1 زائد 2 كاف على كاف زائد 2، اضرب مقص يبقى 3 في كاف ب 3 كاف، 3 في 2 ب 6، 4 في سالب 1 بسالب 4، و4 في 2 كاف ب 8 كاف. ده هتروح يبقى 8 كاف ناقص 3 كاف ب 5 كاف، ودي هتيجي هنا يبقى 4 و6 10، اقسم على 5 يبقى الكاف ب 2. ده اول احتمال. طيب ماشي، الاحتمال الثاني بالسالب، يبقى سالب 3 على 4 هتساوي سالب 1 زائد 2 كاف على كاف زائد 2، واضرب مقص، سالب 3 في كاف بسالب 3 كاف، سالب 3 في موجب 2 بسالب 6، 4 في سالب 1 بسالب 4، و4 في 2 كاف ب 8 كاف. وادي دي هنا، يبقى 8 هيجي لها 3 بالموجب يعني 11 كاف، وادي هنا، يبقى سالب 6 موجب 4 يعني سالب 2، اقسم على 11 يبقى الكاف بتساوي سالب 2 على 11، ده الاحتمال الثاني، يبقى احنا كده اجابتنا صح يا باشمهندس. رقم 6 بيقول لي إذا كان قياس الزاوية بين المستقيمين دول 45، نفس الفكرة، ظا 45 بيساوي 1. ماشي، الميل الأول سالب معامل س يبقى سالب 3 على معامل ص سالب 5، فده هتروح مع دي يبقى 3 على 5. الميل الثاني سالب معامل س يعني سالب كاف على معامل ص سالب 1، ده هتروح مع دي يعني كاف. ماشي، الميل اللي هو ظا 45 بيساوي 1، يعني الواحد بيساوي القيمة المطلقة للميل الأول 3 أخماس ناقص الميل التاني اللي هو كاف، على 1 زائد حاصل ضربهم اللي هو 3 كاف على 5، 3 في كاف في 3 كاف على 5. طيب هنقول بقى موجب أو سالب 1 عشان نشيل المقياس، هيساوي تعالى نضرب في 5 للتبسيط، لما نضرب دي في 5 هتبقى دي 3 بس، ناقص 5 في كاف ب5 كاف، على الواحد في الخمسة بخمسة زائد دي هتبقى 3 كاف. الاحتمال الأول إن الواحد بيساوي 3 ناقص 5 كاف على 5 زائد 3 كاف، حاجة بتساوي 1 بيبقى البسط بيساوي المقام، 3 ناقص 5 كاف بتساوي 5 زائد 3 كاف، ودي دي هنا، يبقى 3 زائد 5 بقينا 8 كاف، ودي دي هنا، يبقى 3 ناقص 5 سالب 2، يبقى الكاف بتساوي اقسم على 8 يبقى سالب 2 على 8، 2 في 1 على 2 في 4 يعني سالب ربع، يبقى ده أول احتمال بكام؟ بسالب ربع يا باشمهندس. تاني احتمال إن سالب واحد بيساوي 3 ناقص 5 كاف على 5 زائد 3 كاف، اضرب مقص، واحد في أي حاجة بنفسها يبقى 3 ناقص 5 كاف، سالب واحد في 5 بسالب 5 ودي هتبقى سالب 3 كاف، هدي هنا، سالب 5 هتروح بموجب 5 ناقص 3 هيفضل لك 2 كاف، وادي دي هنا، 3 وهيجي لها 5 بالموجب باقي 8، اقسم على 2 يبقى كاف بتساوي 8 على 2 فال 4. يبقى سالب ربع واربعة، يبقى احنا كده اجابتنا صح يا باشمهندس. وتعالى نشوف الجزء اللي بعد. رقم 7 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان ظل قياس الزاوية بين المستقيمين ده هم بيساوي 2 على 3، برضو نفس الفكرة معانا يا باشمهندس، قال لك ان ظا هاء كلها على بعضها كده ب 2 على 3، الميل الاول بيساوي ص على س يعني 3 ألف على الاتنين،
هنا الميل التاني بيساوي ص على س على 2 على 1 فيها ايه؟ فيها الاتنين يا باشمهندس، تمام كده؟ زي الفل. يبقى ظاهر اللي هي 2 على 3 هتساوي القيمة المطلقة للميل الأول 3 ألف على 2 ناقص الميل التاني اللي هو 2 على 1 زائد حاصل ضربهم 3 ألف في 2 يبقى 6 ألف على 2 يعني 3 ألف، تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل. ماشي، هناخد بقى موجب أو سالب 2، ده طبعا لأن المضرب ببعض ده هتروح معي. موجب أو سالب 2 على 3 عشان نشيل القيمة المطلقة هنضرب في 2 اللي مضايقاني ده، هيفضل لي هنا 3 ألف ناقص 2 في 2 بـ4، هنا هنضرب في 2 يبقى بـ2 و3 ألف في 2 يبقى 6 ألف. يبقى الاحتمال الأول إن 2 على 3 بالموجب هتساوي 3 ألف ناقص 4 على 2 زائد 6 ألف، والاحتمال التاني إن سالب 2 على 3 هتساوي برضو 3 ألف ناقص 4 على 2 زائد 6 ألف. اضرب مقص 2 في 2 بـ4 زائد 2 في 6 ألف بـ12 ألف، 4 في 3 ألف تديك 12 ألف، وهنا بالنسبة لسالب 4 3 في 3 بـ9 ألف، 9 2 في 2 بـ4 و2 في 6 بـ12، 3 في 3 بـ9 و3 في سالب 4 بسالب 12، تمام؟ هنجيب الـ9 ألف هنا يبقى 12 ناقص 9 يبقى 3 ألف، تمام؟ وهنجيب الـ4 هنا يبقى سالب 4 وسالب 12 سالب 16، اقسم على الثلاثة يبقى الألف بيساوي سالب 16 على الثلاثة، ده أول احتمال. الاحتمال الثاني سالب 2 في 2 بسالب 4 وسالب 2 في 6 ألف بسالب 12 ألف، 3 في 3 بـ9 ألف و3 في سالب 4 بسالب 12، وودي دي هنا يبقى 9 و12 بقى معاك 21 ألف، هدي هنا 12 بالموجب ناقص 4 يبقى 8، اقسم على ال 21 يبقى الألف بيساوي 8 على 21، ده الاحتمال الثاني، ويبقى أنا كده حلي صح. خلاص انا بحل فيها بسرعه لان المساله اتكررت معانا يا باشمهندس. خلاص تمام. رقم 8 بيقول لي ايه يا باشمهندس؟ بيقول لي مستقيمان ميلهما م و3 على 8 م وظل قياس الزاويه بينهم يعني ظا ه بيساوي 5 على 11 ويمران بالنقطه 3 و1، عايز المعادله عباره علما بان الميم اكبر من الواحد. ماشي، بص يا باشمهندس، ادي 5 على 11 اللي هو الميل المفروض بيساوي القيمه المطلقه ليه الميل الاول اللي هو م ناقص الميل الثاني اللي هو 3 على 8 م على 1 زائد حاصل ضربهم يعني 3 على 8 م تربيع، تمام؟ تمام يا باشمهندس. الميم ده هي قدامها 1، الواحد ده ممكن تخليه 8 على 8 يبقى 5 على 11 بيساوي القيمه المطلقه 8 ناقص 3 يبقى 5 على 8 م في البسط، تمام؟ تمام. هنا المقام دي مش هيبقى فيها تعديل قوي يا باشمهندس، هتفضل زي ما هي 1 زائد 3 على 8 ميم تربيع، تمام كده؟ زي الفل. هتعمل ايه يا باشمهندس بقى؟ هتعمل الاحتمالين، بس خلي بالك بقى من هنا عشان هيبقى ايه الشغل هيبدا يغلط. هناخد الاحتمال الموجب الاول 5 على 11 بيساوي 5 على 8 ميم على 1 زائد 3 على 8 ميم تربيع. بص، من حقك تشيل الخمسه ده مع الخمسه ده، تمام؟ يبقى هيفضل لك 8. طيب ايه رايك نبسط دي قبل ما نشتغل؟ ايه رايك؟ تعال نبسطها الاول. هتبسطها ازاي؟ هضرب فوق في 8 وتحت في 8. بص بقى معايا، لما اضرب فوق ب 8 ال 8 دي هتتشال فيفضل لي 5000. 5 م دي م. على لما اضرب تحت في 8 دي هتبقى 8 زائد ال 8 دي هتتشال يبقى 3 م تربيع. ايه رايك في دي؟ اعتقد ابسط شويه، تمام. يبقى 5 على 11 بالموجب هتساوي 5 م على 8 زائد 3 م تربيع، تمام؟ شيل ال 5 مع ال 5 كده واضرب مقص بقى، دي بقت 1 طبعا. يبقى 11 في م ب 11 م هيساوي 1 في 8 ب 8 زائد 3 م تربيع، تمام؟ ودي ال 11 م من الناحيه الثانيه يبقى 3 م تربيع ناقص 11 م موجب 8 بيساوي 0. هنبدا نحلل 3 م في م، عددين ضربهم 8 انا عايز في الاخر مجموعهم يبقى 11 يا باشمهندس. طيب ركز كده، هي عامه الاشاره موجب والاشارتين شبه اللي في النص سالب. طيب لو حطينا هنا موجب 4 هتديني 3 في 4 ب 12، لا مش هتنفع صح؟ طيب ماشي، لو حطينا هنا 1 وحطينا هنا 8 دول هيدينوا سالب 8 وسالب 3 يبقى سالب 11، يبقى من هنا ان ميم بتساوي اعكس اشاره ده يبقى 8 واقسم على ده يبقى 3، ومن هنا ان الميم هيساوي ايه؟ الميم هيساوي 1، تمام؟ هو قال لي ان الميم اكبر من الصفر يا باشمهندس، تمام؟ ثواني كده، احنا قلنا هنا عايزين تبقى دي سالب 11 صح؟ احنا عايزينها في الاخر تبقى سالب 11 يا باشمهندس، يبقى 8 على 3 و1 يبقى هي دي خلاص كده مظبوطه. ماشي، الاحتمال الثاني بقى ان ده هي بالسالب يعني سالب 5 على 11 هتساوي 5 م على 8 زائد 3 م تربيع.
شيل الخمسة مع الخمسة، يبقى 11 في ميم برضو ب11 ميم هيساوي سالب سالب 1 في 8 بسالب 8، وسالب في دي يبقى سالب 3 ميم تربيع. هنودي دول الناحية التانية، يبقى 3 ميم تربيع، وال11 ميم دي هتبقى بالموجب، والسالب 8 برضو هتروح بالموجب بيساوي صفر. يبقى هنا هنحلل برضو 3 ميم في ميم بيساوي صفر، الأخير موجب، الشرطين شبه اللي في النص موجب، عددين ضربهم 8، عايز المرة دي مجموعهم كام؟ 11. نفس الفكرة، هحط هنا 1 وهنا 8، دول هيدوني 8 ودول هيدوني 11. تمام؟ تمام يا باشمهندس. من هنا ان م بسالب 8 على 3، بعكس اشارة ده وبقسم على اللي قدام، وم هنا بتساوي سالب 1. هو قال لي م اكبر من الصفر، يبقى الحلين دول مالهم؟ مرفوضين. يبقى انا هاخد الحلين دول يا باشمهندس اللي هم 8 على 3 وم على 1. خلي بالك المسألة لسه خلصتش، لان هو عايز ايه يا باشمهندس؟ عايز المعادلة بتاعته. طيب تعالى نكتب هنا الميلين. احنا جبنا الميل الاول ب 8 على 3 والميل الثاني بيساوي 1. هنبدا نكون المعادله. ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل الاول اللي هو 8 على 3، ص ناقص ناقص 1 يعني ص زائد 1 على س ناقص 3، ودي نفس الفكره، هتبقى ص زائد 1 على س ناقص 3 بيساوي الميل اللي هو 1. هنبدا نضرب مقص، يبقى 3 ص زائد 3 بيساوي 8 في س ب 8 س، و8 في سالب 3 في سالب 24. هنودي دي، يعني معاك 3 ص، وهنا سالب 8 س، وسالب 24 هتروح بالموجب، يبقى موجب 27 بيساوي صفر يا باشمهندس. تمام كده؟ يبقى احنا كده كونا المعادله الاولى بتاعتنا. هو الميل الاول 8 على 3 ولا 8؟ 8 على 3 صح؟ بسم الله كده. دي 3 م ناقص 8 صح؟ يبقى بالنسبه لي 8 على 3. تمام؟ ماشي. يبقى انا بالنسبه لي دي كده تمام، دي كده اول معادله. طب تاني معادله، البسط بيساوي المقام، يبقى ص زائد 1 بيساوي س ناقص 3. هنودي دي، يبقى ص ناقص س، سالب 3 هتروح هتبقى بموجب 4، يبقى الكلام ده بيساوي صفر. يبقى دي المعادله دي، ودي كده المعادله الثانيه بتاعتنا يا باشمهندس. يبقى كده مسالتنا خلص. السؤال اللي بعده رقم 9، بيقول لي ا ب ج مثلث فيه الالف بكذا والباء بكذا والجيم بكذا، عايز قياس زاويه الف. خلي بالك بقى يا باشمهندس ان ده بالنسبه للوقت نوع جديد من المسائل، وما كانش موجود في اخطر، عشان كده بنبه عن الناس ان هي تحل اسئله مقاليه. انا معايا مثلث، اولا مش عارف هو حاد ولا منفرج ولا ايه، فابدا استخدم قانون البعد بتاع ثالثه اعدادي. يبقى اقول ا ب بيساوي جذر كبير فرق السينات تربيع، يعني 3 ناقص 0 يبقى 3 تربيع، زائد فرق الصادات 1 ناقص 1 تديك يا باشمهندس 1 ناقص 2 سالب 1، يبقى دي سالب 1 تربيع، يعني هتساوي جذر 3 تربيع ب 9 وسالب 1 تربيع ب 1، يبقى عندي جذر 10. تمام كده؟ تمام. ونبدا نجيب الباء ج، هيساوي جذر فرق السينات تربيع 3 ناقص ناقص 2 يعني 5 تربيع، زائد 1 ناقص ناقص 1 يعني زائد 2 تربيع، يعني جذر 5 تربيع ب 25 و 2 تربيع ب بالنسبه لي 4، يعني جذر 29. الالف ج بيساوي جذر فرق السينات 0 ناقص ناقص 2 يعني 0 زائد 2 تربيع، و 2 ناقص ناقص 1 يعني 2 زائد 1 يبقى 3 تربيع، 2 تربيع ب 4 و 3 تربيع ب 9 يعني جذر 13. هنبدا نحدد نوع المثلث. اكبر ضلع هو ده اهو، الباء ج تربيع، وايه علاقته بالالف باء تربيع زائد الالف ج تربيع؟ هنشوف. باء ج تربيع ب 29، دول مع بعض 13 زائد 10 23، يعني باء ج اكبر منهم، يبقى المثلث قائم في الحرف اللي ناقص، يبقى قائم في الف، يبقى قائم في الحرف اللي ناقص، يعني قائم في ايه؟ في الف. يبقى انا بالنسبه لي زاويه باء وزاويه ج حد يا باشمهندس. تمام. طيب عايزين بقى نعمل الزاويه يا باشمهندس بين مستقيم ايه؟ قائم ايه؟ منفرج في ايه؟ انا بقول منفرج، طالما دي اكبر يا باشمهندس يبقى منفرج في الف، يبقى بالنسبه لي باء وج الاثنين مالهم حد تاني يا باشمهندس. طيب عايزين بقى، هو عايز منه قياس زاويه الف. انا القانون بتاعي يا باشمهندس بيجيب لي الزاويه الحاده. طيب ماشي. طيب ماليش دعوه بالف، ولنفرض ان الف عامله كده اهو، اهي منفرجه، ودي الف ودي باء ودي ج. تمام كده؟ تمام. هبدا اجيب ميل الالف باء، وهجيب الميل باء ج، واجيب الزاويه ما بينهم. تمام. وهبدا برضو اجيب ميل الالف ج واجيب الزاويه ما بينهم، واجمعهم واطرح من 180. فهمت الفكره؟ تمام. يبقى انا هجيب ميل الالف باء هيساوي، يلا فرق الصادات يبقى 2 ناقص 1 بموجب 2 على 0 ناقص 3 يبقى سالب 3، يعني سالب 2 على 3. ده كده ميل ميل الالف باء، 2 ناقص 1 2 ناقص 1 ب 1، معلش انا قبل الفطار والواحد هيس خالص، يبقى سالب 1 على 3. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. وهنبدا نجيب ميل مين؟ ميل الباء ج هيساوي
فرق الصادات 1 ناقص ناقص 1 يعني 1 زائد 1 2، على فرق السينات 3 ناقص ناقص 2 يعني 3 زائد 2 يبقى كام؟ يبقى 5. هنبدأ نجيب الزاوية ما بينهم. يلا بينا. يلا بينا يا باشمهندس. يبقى الظا طبعا احنا هنجيب زاوية مين باء، يبقى ظا باء بيساوي الميل الأول بسالب تلت ناقص الميل التاني باتنين على خمس على واحد زائد حاصل ضربهم، يبقى سالب واحد في اتنين بسالب اتنين، وتلاتة في خمسة بخمستاشر. تمام كده؟ هنبدأ نحسبها على طول. شيفت تان وادي علامة الكسر، ادي سالب واحد على التلاتة، وادي سالب اتنين على خمسة، وادي واحد ناقص اتنين على خمستاشر. تطلع معايا زاوية باء بالسالب، انا اخد لها المقياس الموجب يا باشمهندس، يبقى هتبقى 40. هنعمل فواصل بقى، يبقى زاوية باء طبعا للمقياس ده لازم موجب، يبقى 40 درجة 14 دقيقة و10 ثواني. ده كده انا وصلت لزاوية مين يا باشمهندس؟ كده انا وصلت لزاوية باء. تمام. عايزين نجيب زاوية جيم يا باشمهندس. هنبدأ نجيب مين؟ الميل بتاع الالف جيم، ميل الف جيم. فرق الصادات يلا 2 ناقص ناقص 1 يعني 2 زائد 1 3، على فرق السينات 0 ناقص ناقص 2 يعني 0 زائد 2 يبقى 3 على ال 2. يبقى اذا ظا زاوية جيم. خلي بالك انت شغال ما بين مين؟ الالف جيم والباء جيم، الالف جيم والباء جيم يا باشمهندس، الاثنين دول مع بعض، يبقى 2 على 5 ناقص 3 على 2 على 1 زائد حاصل ضربهم 2 في 3 ب 6 و2 في 5 ب 10. هنبدأ بقى نعمل شيفت تاني. ادي 2 على 5 ناقص 3، سوري 3 على 2، 1 زائد 6 على 10 اللي هي 6 من 10، يعني بدل ما نقعد نكتب كسر هتطلع معايا بسالب 4. خد القيمة المطلقة برضو يا باشمهندس. تمام. يعني هتطلع معاك 34 درجة 30 دقيقة و 30 ثانية. كده جبت أ، جبت باء، وجبت جيم، يبقى جبت باء وجبت جيم. أيوه. يبقى أنا فاضل لي زاوية أ اللي هو عايزها، يبقى 180 ناقص مجموعهم الأولى 40 فواصل 14 فواصل 10 فواصل، زائد التانية 34 فواصل 30 فواصل كمان 30 فواصل. تطلع معايا زاوية أ ب 105 و15 و20، 105 درجة و15 دقيقة و20 ثانية. هي دي بس، هو يعني عشان إيه؟ فرق بسيط جدا جدا. تمام؟ خلي بالك السؤال ده مهم وطويل أهو وفكرته جميلة. بيقول لي أنا عايز منك قياسات زوايا المثلث أ ب ج الذي رؤوسه بتساوي كذا يا باشمهندس. تمام؟ هنا يا باشمهندس هو عايز القياسات بقى. تمام؟ مش هيفرق بقى معايا منفرجة ولا حادة ولا الكلام ده. هنبدأ نجيب الميلين ونريح دماغنا وخلاص، وبرضه لو طلع زاوية منفرجة نبقى نحسبها. تمام؟ تمام. هنبدأ نجيب ميل الألف باء هيساوي فرق الصادات، يبقى 7 ناقص ناقص 1 يبقى 8، على فرق السينات 4 ناقص ناقص 2 يعني 6، يعني هيساوي 4 على 3. نبدأ نجيب ميل الباء كيم بيساوي فرق الصادات، يبقى سالب 4 ناقص ناقص 1 يعني سالب 3، على فرق السينات 2 ناقص 2 ناقص 2 يبقى 4 يعني سالب 3 على 4. بعد كده ميل الالف جيم هيساوي 7 ناقص ناقص 4 يبقى 7 زائد 4 11، على 4 ناقص 2 يبقى موجب 2 يعني 11 على ال 2. لو انت ملاحظ حاجة مهمة جدا جدا، ان ميل الالف باء لما اضربه في ميل الباء جيم هيساوي 4 على 3 في سالب 3 على 4، دي هتروح مع دي يعني سالب واحد. يبقى اذا الف باء عمودي على الباء جيم، يعني المثلث عامل كده. دول كده الزوايا دي كام؟ 90 يا باشمهندس. تمام. تمام. يبقى انت محتاج تجيب زاويه الف ومحتاج تجيب زاويه مين؟ زاويه جيم. تمام كده يا باشمهندس، او تجيب واحده منهم وتطرح على طول يا باشمهندس. تمام. عايز تجيب زاويه مين اللي يريحك؟ تعال نجيب زاويه الف اللي هي محصوره ما بين الف باء والف جيم. هنجيب مين دلوقتي زاويه الف؟ يبقى ظا الف بيساوي بين الالف باء والالف جيم، يبقى 4 على 3 ناقص 11 على 2 على 1 زائد حاصل ضربهم 4 في 11 ب 44 و2 في 3 ب 6. يلا بينا. شيفت تان وادي الكسر، ادي 4 على 3 ناقص 11 على 2 على 1 زائد 44 على 6. تطلع معايا زاوية أ، برضه هناخد القيمة المطلقة يا باشمهندس. يبقى زاوية أ بيساوي 26 درجة، اعمل كده فواصل، 33 دقيقة 54 ثانية. يبقى زاوية ج هتبقى عبارة عن 90 زائد الأنصر، ليه يا باشمهندس؟ ده المفروض ناقص، بس هي عشان الزاوية سالبة، فاهم؟
فبقول 90 زائد، يبقى زاوية الجيم بتساوي 63 درجة، 56.5 ثواني أو 6 ثواني تقريبا. يبقى كده احنا إجابتنا صح الحمد لله، مظبوطة معانا 56، لا 26. تمام كده يا باشمهندس زي الفل. اللي بعده بيقول لي أوجد قياسات زوايا المثلث، نفس الفكرة برضه يا باشمهندس. تمام، بس خلي بالك من حاجة، أنت بتجيب الميل تمام وبتبدأ تشوف هل في زاوية منفرجة ولا لأ، لأن أنت الزاوية المنفرجة مش هتعرف تحسبها لأن الميل بيحسب لك الزاوية الحادة. فأنت ممكن تجيب الزاوية الحادة وبعد كده إيش عرفك إن هي دي اللي بره ولا جوه، فلازم إيه تستخدم قوانين البعد. فهنا بس للتسهيل إحنا إيه أنجزنا بسرعة عشان بس ما نطولش في المسألة، ولكن هنا برضو لازم نستخدم قوانين البعد عشان برضو هيطلع فيها ضلع منفرج. أدي ألف باء وادي بعد كده الباء جيم، بس انت لو جالك في الامتحان هتستخدم قوانين البعد في مسألة القياسات دي بالذات. جذر 2 ناقص 5 يبقى سالب 3 تربيع، زائد 3 ناقص 1 يبقى 2 تربيع، سالب 3 تربيع ب 9 و 2 تربيع ب 4 يعني جذر 13. باء جيم ادي جذر 5 ناقص ناقص 2 يبقى 5 زائد 2 7 تربيع، 1 ناقص 1 يبقى 0 يبقى 7 تربيع، جذر 49 اللي هي 7 يعني، او بس خليها 49 عشان لما نيجي نحدد. الالف جيم ادي جذر 2 ناقص ناقص 2 يبقى 2 زائد 2 4 تربيع، زائد 3 ناقص 1 يبقى 2 تربيع، 4 تربيع ب 16، 2 تربيع ب 4 يعني 20، يبقى جذر 20. سيبها جذر 20، انا عارف ان هي 2 جذر 5. ليه؟ اكبر ضلع فيهم اللي هو بقى ج تربيع، حطه لوحده وحط التانيين. تمام، الباقي ج تربيع هيشيل الجذر يفضل لك 49، ودول 20 و13 يعني 33، اكبر يبقى هو منفرج. عرفت بقى منفرج في الحرف اللي ناقص اللي هو الف. يبقى انت يا باشمهندس هتبدا تجيب ميل الالف باء وميل الباء جيم وميل الالف جيم. ميل الالف باء فرق الصادات 3 ناقص 1 يبقى 2، على فرق السينات 2 ناقص 5 يبقى سالب 3، يعني سالب 2 على التلاتة. تمام كده، تمام يا باشمهندس. ميل الباء جيم، ميل الباء جيم فرق الصادات يبقى بالنسبه لي 1 ناقص 1. بص بقى انت هتوصل لحاجه مهمه دلوقتي، هتلاقيه بصفر يعني بيوازي السينات عادي. طب ميل الالف جيم، ميل الالف مع الجيم فرق الصادات 3 ناقص 1 2 على 2 ناقص 2 4 يعني نص. يبقى انت كده جبت ميل. بص انت عرفت ان هو منفرج في الف، فانت هتجيب زاويه باء. لو انا معايا مثلث ايا كان بغض النظر منفرج في الف مالكش دعوه بدي، يبقى انا هجيب باء اللي هي محصوره بين الف باء وباء جيم، وهجيب الجيم اللي هي محصوره بين الالف جيم والباء جيم. ماشي، يبقى الظابع بيساوي ادي القيمه المطلقه، الباء ما بين ا باء وباء ج، ا باء وباء ج، يبقى سالب 2 على 3 ناقص 0 اللي هي سالب 2 على 3 على 1 زائد حاصل ضربهم اللي هو 0، يعني الظابع بيساوي شيفت تان 2 على 3، لان هتطلع بالقيمه المطلقه لان دي سالب، تطلع معايا ب 33 و 41 وشويه، 33 درجه و 41 درجه و24 دقيقة. تمام؟ تمام. ثانية. طيب بعد كده هجيب الظا ج هتساوي. بسم الله، الجيم محصورة ما بين الألف ج والباء ج. الألف ج والباء ج، يعني نص ناقص صفر على واحد زائد صفر في نص بصفر، يبقى شيفت تان نص، شيفت تان نص. تطلع معايا ب 26 درجة 33 دقيقة 54 ثانية. يبقى انا كده بالنسبه لي دي كده ايه الزوايا بتاعتي يا باشمهندس. فاضل لي بس ايه زاويه الف، يبقى 180 ناقص مجموعهم 180 ناقص افتح قوس 33 فواصل 4 1 فواصل 2 4 فواصل زائد 2 6 فواصل 33 فواصل 5 4 فواصل، هتطلع معاك ب 119 و44 و42 تقريبا. تمام تمام، هو عايز المساحه، احنا عرفنا ان هو مثلث منفرج. طب اجيب بقى مساحته ازاي؟ من القانون بتاع المساحات بتاع درس المساحات. فاحنا ما خدناش درس المساحات، بس هو القانون بيقول لك ايه، نص فحصل ضرب طولي اي ضلعين، اختار اي ضلعين مثلا الالف باء والباء جيم، يبقى نص في جذر 13 في الباء جيم اللي هي جذر 49 في 7 في جذر زاويه ما بينهم، الزاويه ما بينهم اللي هي زاويه باء ب 33 41 24. تمام كده تمام، يبقى ده نص في جذر 13، ابعد شوية عشان الجذر، في 7 في ساين 33 فواصل 4 1 فواصل 2 4 فواصل،
تطلع معايا بستة وتسعة، يعني تقريبا 7 وحدات مربعة زي ما هو مطلعها كده بالظبط يا باشمهندس. تمام كده، تمام. سؤال جميل، وأسئلة دي مهمة جدا جدا، وانت ما قابلتش نوعيتها اصلا فاختر، فعشان كده بنبه على الناس دايما ان هي تحاول تحلها. كده المغرب اذن ومفطر ونكمل حل التمارين ان شاء الله. رقم 12 يا باشمهندس بيقول لي الف باء جيم مثلث فيها الف بكذا وباء بكذا وجيم بكذا، عايز يثبت المثلث متساوي الساقين يبقى من قانون البعد، ثم اوجد قياس زاويه الف يبقى عن طريق الميل، هو عايز مساحته. بعد ما نجيب الاطوال هنستخدم قانون المساحه اللي هو موجود عليك في وحده حساب المثلثات. تمام يا باشمهندس، يبقى هنجيب الف باء عباره عن جذر فرق السنه التربيع 0 ناقص 2 يبقى سالب 2 تربيع، زائد 5 ناقص ناقص 1 يعني 5 زائد 1 يعني 6 تربيع يا باشمهندس. تمام، هيساوي جذر 6 تربيع ب 36 سالب 2 تربيع ب 4 يعني جذر 40، وما تكتبهاش في ابسط صوره ولا حاجه. طيب الباء ج بيساوي ادي الجذر، يلا باء ج 2 ناقص 6 يبقى سالب 4 تربيع، سالب 1 ناقص 3 يبقى كمان سالب 4 تربيع، سالب 4 تربيع ب 16 وكمان 16 يعني جذر 32. تمام يا باشمهندس، اللي بعدها اللي هي الالف ج هيساوي جذر 0 ناقص 6 يبقى 6 تربيع، ناقص 6 تربيع يعني مش هتفرق، 5 ناقص 3 يبقى 2 تربيع زائد، يبقى سالب 6 تربيع ب 36 و 2 تربيع ب 4 يعني جذر ايه 40. ملاحظ ان الالف ب بيساوي الالف ج بيساوي جذر 40، يبقى اذا المثلث متساوي الساقين. تمام يا باشمهندس، اللي بعد كده طالما عايز يوصل لزاوية ألف يبقى احنا هنستخدم قانون ايه؟ قانون الميل يا باشمهندس. خلي بالك ان المثلث دلوقتي متساوي الساقين، واثبتنا ان الألف ب بيساوي الألف ج، تمام؟ يعني القاعدتين متساويتين، فما عليك اللي انت تجيب الزاوية واحدة بس يا باشمهندس، تمام؟ أو تجيب الزاوية ما بين الألف ب والألف ج، أو تستخدم القوانين اللي احنا استخدمناها قبل كده، الاتنين كلها صح، كل الطرق اللي احنا هنستخدمها صح. فتعال نجيب ميل الألف ب هيساوي، يلا فرق الصادات يبقى 3 ناقص ناقص 1 يعني 3 زائد 1 4 على 6، احنا بجيب لا ده كده ميل الباء ج، ماشي مش عايزين ميل الباء ج خالص أصلا، احنا عايزين ميل الألف ب بيساوي 5 ناقص ناقص 1 يبقى 6 على 0 ناقص 2 يبقى سالب 2، 6 على سالب 2 يبقى سالب 3، ماشي. هنجيب ميل الالف ج هيساوي، يلا يا باشمهندس الالف مع الج 5 ناقص 3 يبقى موجب 2، 0 ناقص 6 يبقى سالب 6، على 2 فعل 1 على 2 فعل سالب 3 يبقى دي سالب 3. يبقى احنا جينا جبنا الميلين، تعالى بقى نجيب الظا الف هيساوي، ادي يا باشمهندس حاصل الضرب. بعد كده يبقى ايه الميل الاول اللي هو سالب 3 ناقص الميل الثاني يعني ناقص ناقص يبقى زائد تلت على 1 زائد حاصل ضربهم سالب 3 في سالب تلت سالب في سالب موجب، و 3 على 3 فعل 1 يعني 1 زائد 1 بيساوي كام؟ طبعا 2. هنبدا نعمل دي كده يا باشمهندس على الاله، يبقى شيفت تان سالب 3 او خليها علامه الكسريه سالب 3 زائد تلت، الكلام ده على الاثنين تطلع الزاوية بالسالب، خد المقياس بتاعها يعني خدها بالموجب، يبقى زاوية ألف عبارة عن 53 درجة و7 دقايق و48 ثانية. هو هنا مقرب السبع دقايق دول بال48 بقت 8 يعني، ولكن كده حلنا ايه صح. تمام، بعد كده عايز مساحته الأقرب رقمين عشريين، طبعا احنا معانا الأطوال وجبنا زاوية ألف، يبقى نص حاصل ضرب ألف باء اللي هو جذر 40 في الألف جيم اللي هو جذر 40 برضه، في جيب الزاوية ما بينهم اللي هي زاوية أ اللي احنا جبناها، يبقى جا 53 درجة 7 دقايق و 48 ثانية. يبقى يا باشمهندس الزاوية اللي احنا جبناها ده اهي، أو على طول بقى نقول ايه نص في جذر 40 في جذر 40 اللي هو 40 يعني في ساين 5 3 فاصل 7 فاصل 4 8 فاصل، تطلع معايا ب 15 و 9 اللي هي تقريبا 16 زي ما هي طالعه كده يا باشمهندس، ويبقى مسألتي خلصت. رقم 13 بيقول لي ألف باء ج مثلث قائم الزاوية في ألف، ماشي، ومعادلة باء ج أعطيلي معادلة باء ج، ماشي، هو قائم في ألف يعني مثلا هيبقى عامل كده، دي ألف والباء وج حطها في أي حتة مش هتفرق. تمام، معادلة باء ج ما أنا ممكن أجيب منها الميل، تمام، يبقى ميل باء ج بيساوي ص على س 3 على سالب 1 بسالب 3، ومعادلة أ ب هو عاطيلي كده معادلة باء ج اللي هو الوتر ده،
وعطيلي معادلة ألف باء اللي هو ده أهو، وأنا ممكن أجيب منها الميل، يبقى ميل ألف باء بيساوي ص على س يعني 2 على 1 فيها الاتنين، تمام يا باشمهندس. عايز مني قياس زاوية ألف جيم باء، ما أنا أجيب زاوية باء لأن أنا معايا ميل ده وميل ده، هجيب الزاوية ما بينهم هما الاتنين وأطرحها من 90 يطلع لي زاوية ألف جيم باء اللي هو عايزها، ويبقى مسألتي خلصت يا باشمهندس. زي الفل زي الفل. يبقى كأن ظا، هنجيب ظا بقى الوقت، هيساوي الميل الأول سالب 3 ناقص التاني يبقى سالب 2 على 1 زائد حاصل ضربهم سالب 3 في موجب 2 يبقى سالب 6، يعني هيساوي دي ممكن احنا نبسطها يا باشمهندس، سالب 3 وسالب 2 يبقى سالب 5، 1 زائد سالب 6 يبقى سالب 5، سالب 5 على سالب 5 يعني مقياس الواحد اللي هو 1، ايه الزاوية اللي الظا بتاعها بواحد؟ يبقى 45 درجة، دي 45 يبقى زاوية ج بتساوي 90 ناقص 45، لأن الاتنين دول مع بعض 90، يعني 90 ناقص 45 تطلع برضه ب 45 درجة، يبقى أنا كده مسألتي خلصت، مسألتي سهلة ومباشرة جدا جدا. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. رقم 14 بيقول لي يا باشمهندس إذا كان المثلث أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، ماشي، أنت دلوقتي أعطيك مثلث قائم الزاوية في مين؟ في ب، ودي تبقى أ ودي تبقى إيه؟ ج. وأعطي لي أ وأعطي لي ب وأعطي لي ج، أوجد قيمة ص ثم اوجد قياس كل من الزاويتين الاخريتين. طيب دلوقتي يا باشمهندس الزاويه ما بين ا ب وب ج 90 درجه، فاحنا هنستعمل المعلومه دي، يبقى حاصل ضرب ميل، يبقى ميل ا ب في ميل ب ج لازم يساوي سالب 1. طيب ميل ا ب فرق الصادات يبقى 7 ناقص 3 4، على فرق السينات 5 ناقص 2 يبقى 3، في ميل ب ج فرق الصادات يبقى ص ناقص 7 على فرق السينات 1 ناقص 5 يبقى سالب 4، الكلام ده بيساوي سالب 1 على 1، تمام كده؟ تمام. بص السالب ده ممكن نشيله مع السالب ده عادي، لأن السالب عادي يطلع فوق ويقوم رايح مع ده، يبقى ده كده بقى حاصل ضربهم 1 يبقى البسط بيساوي المقام، وممكن نشيل الأربعة دي مع الأربعة دي، يبقى ص ناقص 7 بتساوي المقام بتاعها اللي هو 3، هنودي دي الناحية التانية، إذا الص بتساوي 7 و3 كام؟ 10، يبقى قيمة الص بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 10، تمام. هو عايز قياس الزاويتين الاخريتين، هنجيب واحده بس، احنا جبنا ميل ا ب صح، تعال نجيب ميل ا ج، ميل ا ج هيساوي، خلي بالك انت بقيت عارف الصاد ب 10، يبقى ا ج 10 ناقص 3 يبقى 7، 1 ناقص 2 يبقى سالب 1 يعني سالب 7 من الاخر. تعال بقى نجيب ظا زاويه ا، ظا زاويه ا هيساوي ادي القيمه المطلقه طبعا من قانون بقى الزاويه بين المستقيمين، يبقى ميل ا ب اللي هو 4 3 ناقص ميل ا ج اللي هو 7 ناقص ناقص يبقى زائد 7 على 1 زائد حاصل ضربهم يعني زائد سالب 7 لما اضربها في 4 3 يبقى سالب 28 على 3، لان 7 في سالب 7 4 في سالب 7 بسالب 28، تمام. شفت تان 4 3 زائد 7 على 1 ناقص لان موجب في سالب بسالب 28 على 3 تطلع معايا بسالب 45، خد القيمة المطلقة يبقى ظا يبقى زاوية أ بتساوي 45 درجة، طالما دي ب 45 يبقى أكيد برضه ج بكام؟ ب 45، لأن 90 ودي 45 135 يبقى فاضل 45، يبقى زاوية ج برضه ب 45 درجة، يبقى أنا كده مسألتي خلصت يا باشمهندس. رقم 15 بيقول لي أ ب ج مثلث رؤوسه أهي، بيقول لي نص صفة الباء ج في الدال، ماشي. ادي أ وادي باء وادي ج ودي نصفناها كده، فبيقول لي عايز قياس الزاوية الحادة بين أ د وباء ج. طيب أ د بينه وباء ج زاويتين، زاوية هنا وزاوية هنا، هو عايز مني ايه؟ الزاوية الحادة، ماشي. هنبدأ نجيب نقطة د الأول يا باشمهندس، هتبقى طبعا هي منتصف الباء ج، فهنجمع الباء ج ونقسم على الاتنين، سالب 3 و5 موجب 2 على الاتنين فيها الواحد، سالب 13 و3 سالب 10 على الاثنين يبقى سالب 5، يبقى هي دي نقطة الدال 1 وسالب 5. هنبدأ نجيب ميل الألف دال، ميل الألف دال هيساوي يا باشمهندس فرق الصادات على فرق السينات، يلا سالب 5 ناقص 2 يبقى سالب 7، 1 ناقص ناقص 3 يعني 1 زائد 3 يبقى 4 يعني سالب 7 على الأربعة، ده كده ميل الألف دال يا باشمهندس، تمام. هنبدأ نجيب ميل الباء جيم، 3 ناقص ناقص 13 يعني 3 زائد 13 يبقى 16، 5 ناقص ناقص 3 يعني 5 زائد 3 يبقى 8، 16 على 8 فيها الكام؟ فيها الاتنين،
هنبدأ نجيب الزاوية بقى يا باشمهندس. يبقى ظا زاوية أ د باء مثلا هيساوي القيمة المطلقة، الميل الأول سالب 7 على 4 ناقص التاني سالب 2 على 1 زائد حاصل ضربهم. طبعا سالب 7 في 2 بسالب 4 سالب كام؟ سالب 7 في 2، بسم الله، 7 في 2 ب 14 على ال 4، ممكن نقول على 2 في 1 أو سيبها سالب 14 على ال 4 مش هتفرق. ونبدأ نجيب الزاوية بتاعتنا، شيفت تان سالب 7 على 4 ناقص 2 على 1 ناقص 14 على ال 4، ونبدأ نقفل القوس ونضغط يساوي. هتطلع أول زاوية يا باشمهندس ب 56 درجة و 18 دقيقة و 35 ثانية، يبقى هي دي كده الزاوية الحادة اللي هو عايزها 56 و 18، أو بالتقريب يبقى 19، ويبقى كده المسألة خلصت. رقم 16 بيقول لي ألف باء جيم مثلث فيه الألف بكذا والباء بكذا والجيم بكذا، عايز إحداث نقطة الدالة التي تقسم باء جيم من الداخل بنسبة 1 إلى 2. هنبدأ نرسم الباء جيم، دي 1 ودي 5 والجيم 4 و2. تقسم باء جيم بنسبة 1 إلى 2، الباء جيم بنسبة 1 إلى 2، يعني دي كده نسبتها 1 ودي كده نسبتها 2، وهنسمي دي دال مثلا. يبقى دال بتساوي النقطة دي النسبة في النقطة البعيدة، 2 في 1 ب2 و2 في 5 ب10 زائد 1 في النقطة دي يبقى 4 و2 زي ما هي، على مجموع النسب 1 و2 يبقى 3. يبقى هتساوي 2 زائد 4 6، 6 على 3 فعل 2، 10 و2 12 على 3 فعل 4، يبقى إذا إحداث النقطة يا باشمهندس هي 2 و4. طيب جبنا كده إحداث النقطة، بعد كده بيقول لي أثبت أن أ د عمودي على باء ج، يبقى هنجيب ميل الأ د. بص إحنا الدال هنزودها هنا أهو عشان تبقى قدامنا بقى، الدال عبارة عن 2 و4. هنبدأ نجيب ميل الأ د فرق الصادات، يبقى 7 ناقص 4 موجب 3 على 5 ناقص 2 برضه موجب 3 بيساوي 1. ونبدأ نجيب ميل الباء جيم بيساوي الباء مع الجيم 5 ناقص 2 يبقى 3 على 1 ناقص 4 يبقى سالب 3، يعني سالب 1. طبعا كده ميل الألف دال في ميل الباء جيم بيساوي 1 في سالب 1 بسالب 1، إذا ده عمودي على دي. بيقول لي أثبت أن ألف دال بيساوي باء جيم من قانون البعد يا باشمهندس، الألف دال هيساوي جذر، يلا، فرق السنات تربيع 5 ناقص 2 3، 3 تربيع ب 9 زائد 7 ناقص 4 3، 3 تربيع ب 9 يعني جذر 18 يا باشمهندس، 18 دي 9 في 2 يبقى 3 جذر 2. بعد كده هنجيب الباء ج بنفس القانون، ادي جذر 1 ناقص 4 يبقى سالب 3 تربيع اللي هي ب 9، و5 ناقص 2 بقت 3 تربيع اللي هي ب 9 يعني جذر 18 برضه يعني 3 جذر 2، يبقى كده اثبتنا ان اللي هم متساويين. بعد كده عايز مني قياس زاوية باء، طيب ماشي، لو سمينا المثلث كده أ باء ج، يبقى الزاوية باء دي محصورة ما بين الأ باء والباء ج، يبقى احنا عايزين ميل الباء ج أصلا جايبينه بسالب 1، يبقى احنا عايزين ميل الأ باء بس. ميل الأ باء هتبقى 7 ناقص 5 2 على 5 ناقص 1 يبقى 4، 2 ناقص 4 يبقى نص، يبقى احنا كده جبنا ميل مين؟ جبنا ميل الأ باء. هنبدأ بقى يا باشمهندس نستخدم القانون، يبقى ظا باء بيساوي القيمة المطلقة، الميل الأول هيبقى نص ناقص الميل التاني اللي هو باء ج ناقص سالب 1 يبقى زائد 1 على 1 زائد حاصل ضربهم، نص في سالب 1 يديك سالب نص، دي سهلة ليه؟ نص زائد 1 اللي هي 3 على 2، وهنا 1 ناقص نص اللي هي نص دي هتروح مع دي يعني بتساوي 3، يبقى أعمل يا باشمهندس شيفت تان 3 تطلع معايا ب 71 درجة 33 دقيقة و 54 ثانية. آخر حاجة بيقول لي أنا عايز منك مساحة المثلث أ باء ج، تمام. أنت جبت يا باشمهندس طول الأ د، جبت طول الباء ج صح؟ هنجيب طول الأ باء ونضربه في ظل الزاوية اللي هي الباء. هنجيب طول الأ باء هيساوي جذر 5 ناقص 1 يبقى 4 تربيع زائد 7 ناقص 5 يبقى 2 تربيع، 4 تربيع ب 16، 2 تربيع ب 4 يبقى جذر 20 اللي هي عبارة عن 2 جذر 5، يبقى مساحة المثلث بيساوي نص في الألف باء ب 2 جذر 5 في الباء جيم، الباء جيم ب 3 جذر 2 في جيب الزاوية ما بينهم اللي هي جا زاوية باء اللي هي 71 درجة 33 و 54 ثانية. هنبدأ نحسب بقى الحسبة دي كده كلها يا باشمهندس، يبقى دي معايا نص في 2 جذر 5 في 3 جذر 2 في ساين 7 1
فواصل 33 فواصل 5 4 فواصل، تطلع معايا يا باشمهندس ب 8 و9 اللي هي تقريبا 9 وحده مربعه، يعني تقريبا 9 وحده مربعه. تمام كده يا باشمهندس، ويبقى انا كده مسالتي خلصت. تمام. تعالى نشوف الجزء اللي بعده. كده فاضل كام سؤال؟ سؤالين خلاص اهم، وايه نخلص الموضوع ده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في رقم 17 ألف وباء وجيم هم، أثبت إن المستقيم راء زائد ده بيصنع مع المستقيمين دول مثلثا متساوي الساقين رأسه ألف. يعني عايز يثبت إن المستقيم راء اللي معادلته ده بيصنع مع المستقيمين دول مثلثا متساوي الساقين رأسه ألف. يبقى إحنا هنبدأ نشتغل على المستقيمين اللي هم ألف باء وإيه الألف جيم، هنبدأ نجيب ميلهم. يبقى ميل الألف باء هيساوي 7 ناقص ناقص 1 يعني 8، 5 ناقص 6 يبقى سالب 1، يبقى كام؟ يبقى سالب 8. وهنبدأ نجيب ميل الألف جيم هتساوي، احنا جبنا الألف باء وهو بيقول لي الألف جيم، تمام. 7 ناقص 5 يبقى موجب 2، 5 ناقص 3 على 2 اللي هي 1.5، 5 على ناقص 1.5 يبقى 3.5. طيب لو ضربنا البسط في 2 يبقى 4، وضربنا المقام في 2 يبقى 7، يبقى دي بالنسبة لي كام؟ 4 على 7. تمام كده؟ تمام. طيب هنبدأ نجيب الزاوية ما بين ايه بقى؟ احنا عايزين يا باشمهندس الزاوية بين المستقيمين، تمام؟ تمام. طيب هنبدأ نجيب الزاوية ما بينهم، ما بين الألف باء والمفروض الراء، والمفروض الألف جيم والراء، يبقى احنا عايزين ميل الراء اللي هو المتجه ده هيساوي صاد على سين يبقى 1 على سالب 2 يعني سالب نص. ليه؟ لأنه بيقول لك يصنع مع المستقيمين دول مثلث متساوي الساقين رأسه ألف، يعني هتاخد الألف باء مع الراء وهتاخد الألف جيم مع الراء برضه. يبقى انت هتجيب بقى ما بين الألف باء والراء، يبقى ظا ه بيساوي، يلا هيبقى سالب 8 ناقص ناقص نص، يبقى سالب 8 زائد نص على 1 زائد حاصل الضرب، سالب 8 في سالب نص تديك كام؟ تديك موجب 8 على 2 يعني موجب 4. تمام يا باشمهندس، يبقى شيفت تان سالب 8 زائد نص على 1.4 يبقى 5. تمام، تطلع معايا كده، خد القيمة المطلقة بتاعتها، يبقى الزاوية بتاعتنا بكام؟ ب 56 درجة 18 دقيقة 35 أو قول 36 إيه ثانية بالتقريب يعني. تمام، هنبدأ نجيب الزاوية ما بين الألف جيم والراء، يبقى ظا هاء شرطة مثلا بيساوي القيمة المطلقة، يبقى الألف جيم اللي هو 4 على 7 ناقص ناقص نص يبقى زائد نص على 1 زائد حصل ضربهم 4 في سالب 1 يبقى سالب 4، و2 في 7 ب 14. تمام يا باشمهندس، شيفت تاني افتح قوس، ايه فتحنا قوسين ماشي، 4 لا عايزين واحدة كمان، 4 على 7 زائد نص على 1 ناقص 4 على 14، تطلع معايا ب 56 نفس الزاوية بالظبط، 56 درجة و 18 و 36 تقريبا. إذا المثلث بيعمل فعلا مثلث متساوي الساقين يا باشمهندس. خلاص فهمت فكرة مسألتك، هي دي كده خلصت. رقم 18 يا باشمهندس بيقول لي أثبت إن المثلث الذي معادلات المستقيم الحاملة لأضلاعه 3 س زائد 4 ص بيساوي 36 و س ناقص 7 ص وهكذا هو مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. هو عطيني المعادلات بتاعة الأضلاع، ما أنا ممكن أطلع منها الميل. تمام، ميل الأول هيساوي سالب معامل س يعني سالب 3 على معامل ص اللي هو 4، ميل التاني هيساوي سالب معامل س سالب 1 على معامل ص سالب 7 يعني 7، ميل التالت هيساوي سالب معامل س يعني سالب 7 على موجب 1 يعني سالب 7. خلي بالك من حاجة، دي 7 ودي سالب 7، يعني ميم 2 في ميم 3 بتساوي 7 في سالب 7 يعني بيساوي سالب 1، يبقى ميم 2 على ميم 3 او ميم 2 في ميم 3 بسالب 1، يبقى انا عندي زاويه 90. يبقى انا الزاويه ما بين المستقيمين دول تمام يبقى بالنسبه لي كام؟ 90. بص لو انا سميت الضلع ده ا ب وسميت ده ب ج وسميت ده ا ج، تمام ده معناه ان ب ج عمود على ا ج، يعني كانه مثلث قائم في مين؟ قائم في ج. تمام كده، اهو وادي ب وادي ا، كان المثلث كده ب ج ميله لما ضربته في الالف جيم طلع بكام؟ ب 90. طيب انا كده اثبتت ان هو مثلث قائم الزاويه، عايز اثبت ان هو متساوي الساقين، يبقى لازم اجيب زاويه فيهم وتطلع الزاويه دي ب 45. تمام، تعال نختار الباء جيم مع الالف باء،
الباء جيم مع الالف باء اللي هو الميلين دول، يبقى ظا زاويه باء هيساوي، يلا بينا، يبقى سالب 3 على 4 ناقص الميل التاني اللي هو 1 على 7 على 1 زائد حاصل ضربهم، سالب 3 في 1 بسالب 3 و4 في 7 ب 28، يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس هي دي الحسبه بتاعتي. شيفت تاني، سالب 3 على 4 ناقص 1 على 7 المفروض تطلع 45 صح؟ على 1 ناقص لانه بيقول له متساوي الساقين، 3 على 28 تمام كده يا باشمهندس، تطلع معايا سالب 45. خد القيمه المطلقه، يبقى زاويه باء ب 45 درجه، واذا برضو زاويه ج ب 45، يبقى اذا المثلث بتاعي فعلا قائم ومتساوي الساقين يا باشمهندس. خلاص كده يا باشمهندس خلصنا الاسئله المقاليه بالكامل. الناس اللي محتاجه المستويات العليا تبلغني في الكومنتات، لان فيديوهات المستويات العليا ما عليهاش ضغط كامل ولا حد بيهتم بيها، خصوصا يعني في الصف الاول الثانوي، فلو حد محتاجها يبلغني في الكومنتات وان شاء الله انا ايه هحلها له، ده لو حد احتاجها ان شاء الله. كده بشرنا يا باشمهندس لاخر حصه النهارده، اتمنى اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.